صباح الخير. هلا في عندنا تيتريشن اوف ويك اسيد مع اللي هو الاني او اتش. الاني او اتش عباره عن سترونج بيس، والويك اسيد في عندنا اللي هم الفوسفوريك اسيد والاسيتيك اسيد. فهلا بدنا نشوف اللي هي التيتريشن بين الاني او اتش مع اللي هو الاسيتيك اسيد. طبعا الاسيتيك اسيد مونوبروتيك اسيد، والاني او اتش اكيد طبعا سترونج بيس. طبعا واحده من شروط التيتريشن زي ما تعلمنا ان لازم التيتريشن شود بروسيد تو اند، فبالتالي ما بصيرش اعمل تيتريشن بين ويك مع ويك، يعني ما حد بيعمل تيتريشن بين ويك اسيد مع ويك بيس، لازم واحد منهم يكون سترونج. اوكي، فهلا احنا هون قاعدين بناخذ 15 مل من اللي هو الويك اسيد بالديسبنسر. الاسيد هاد اوف انون كونسنتريشن، وهلا بنحط اللي هو الانديكيتر اللي هو مثل ريد، ونبدا بالتيتريشن. طبعا هون الانديكيتر مش الفينولفيثالين، لان الاند بوينت لكل تيتريشن بتعتمد على مين هو الاسيد ومين هو البيس. فاحنا في عندنا هون ويك بيس، فالكلر تشينج مش شرط يكون على بي اتش بتساوي 7، تحت 7 صح؟ تحت 7 هون البي اتش تشينج راح يكون اقل من 7، راح يصير في عندي اللي هو الكلر تشينج. فطبعا ان شاء الله بالكورس يعني راح نشوف تشابتر 10 التفاصيل كيف او ايش بصير بالستركشر تبع الويك اسيد والكونجوجيت بيس تبعه during course of the titration. يعني هون انا في عندي acetic acid، و as long as I am adding NaOH I'm converting fraction of the acid to its conjugate base. فعن مرحلة معينة زي ما هو واضح بالشرح راح يكون في عندي buffer solution، بعديها بصير في عندي full consumption of the acid or full conversion of the acid to its conjugate base. طبعا هون اللون is still يعني كان dark red، then يعني صار ايش pale pink تقريبا. فبدنا نشوف عند ال end point شو بده يصير باللون تبع ال solution. يعني هو كان red زي ما هو واضح هون، بعدين هلا هون تغير اللون، راح اللون زي اصفر زي بيل يلو صار لونه. اذا بتحطيه على الورقه يبين اكثر. حط الفلاس كله والله. بيل يلو، بيل يلو صار في عند التشينج. تمام، بنقيس البي اتش كمان كويس. اوكي، طبعا هلا احنا بنقيس البي اتش بالبي اتش بيبر، وهي بيبر تعطيني تو ذا نيرست يونت، تعطيني تو ذا نيرست يونت، بمعنى انه يعني اذا بي اتش 3 او 5 او اي فاليو هي ديسكريت فاليو راذر ذان يعني فاليو وذ سيجنيفيكانت فيجرز اور وذ ديجيتالز وذ ديجيتس. فهون قديش صارت؟ تقريبا بين الخمسه والسته صح؟ يس. واضحه كثير والله. تمام، نفس الشيء بس رح نعمل مع الانديكيتر اللي هو البروميسول جرين. هلا في عندنا انديكيتر ثاني اللي هو بروميكريسول جرين، وبرضه رح ناخذ منه 15، اخذنا 15 مل من الاسيتيك اسيد نعمل التيتريشن هاي. واو، هلا هذا لون ايش؟ اورنج ولا ايش؟ يلو. يلو، والله مضبوط. طيب هلا هذا قبل الاند بوينت بيكون لونه يلو، حيصير خلينا نشوف رح يصير ايش اللون تبعه رح يصير بقى عند الاند بوينت. وعلى جرين بدأ يصير صح ولا لا؟ بصير جرين، بصير بلو، بصير جرين بعدين بصير بلو. هذا اللي هو الانديكيتر برومكريسول جرين ولا؟ يس. اوكي، برومكريسول جرين. تمام، فا والله هاي كلر تشينج.
تمام. خلص جرين مبين عليه. حيصير بلو. ما هو بين الجرين والبلو يعني. اها هلا جرين صار شوية. ولا لسه؟ شوف إذا اللون تبعه بتغير. تحطيه على شو اسمه؟ سمحتي؟ اه. هل هو اللون تبعه؟ بدي نقيس الـ pH. برضه تقريبا نفس الشيء، نفس اللون اللي هو موجود عندنا. تمام، فهذا بأكد انه احنا وصلنا للإند بوينت. هلا مع مين؟ مع فينول فيتالين. طبعا ايش الفرق بين الانديكيتورز الثلاثه؟ انه كل واحد من هذول الانديكيتورز الكلر تشينج بصير على بي اتش معينه، مشان هيك مش اي انديكيتور بيزبط لاي تيتريشن بروسيس. يعني هلا هون ممكن انه يصير في عندي الكلر تشينج بعد ما اكون خلصت على كل كميه الاسيتيك اسيد، مزبوط. فاللي بصير عندي هون انه بكون خلصت على كل كميه الاسيتيك اسيد ولسه اللون كلرلس، لان الفينول فيتالين الرينج تبعه اعلى من اللي هم الانديكيتورز الثانيين. الكلر تشينج بصير عندي حوالين الثمانية على بي اتش 8، فانا على بي اتش 8 بكون تعديت الاند بوينت وخلصت. فمشان هيك مش اي انديكيتور بيزبط لاي عمليه تيتريشن. لسه اللون بعده كلرلس، وهذا ممكن معناته انه احنا تعدينا الاند بوينت يعني، او مش يعني كل الاسيد اللي عندي خلص وانا هون بعدني مش واصل، يعني مش واصل للكلر تشينج بوينت خلينا نسميها تبعت الفينول فيتالين انديكيتر. هاي هون the pink color persists which means that the solution is already base. بس خلينا ايش نشيك كمان مره باستخدام اللي هو في استخدام البيبر او pH paper ونشوف قديش ال pH صارت هون عندي بهاي الكيس، نقارنها على ال pH paper فراح نلاحظ انها ايش، انها تقريبا بين قارن الاربع الوان تقريبا 8 ولا اكثر من 8، بين 8 و9. واضح انه البوينت هاي او الاند بوينت احنا تعدينا الاند بوينت. تمام، شوف الالوان الثلاثه جنب بعض بصير اذا بدي نشوف الالوان الثلاثه هون، انا في عندي الانديكيتر اللي هو المثل ريد، بعدين في عندي بروميكريسول جرين، بعدين في عندي ايش اللي هو الفينول فيتالين. البي اتش كانت تحت السبعه، حوالين السبعه بالاولانيين اللي هو المثل ريد والبروميكريسول جرين، بس كانت ايش اعلى منهم في حاله الفينول فيتالين. فهاي الالوان الثلاثه هاي الاند بوينت او الكلر تشينج، وهون اذا انا بدي احط السوليوشنز الاصلي فهذا الفينول فيتالين لونه الاصلي كلرلس، البروموكريسول جرين لونه الاصلي كان بلو، والميثل ريد اكيد لونه طبعا كان ريد. فبنقدر نقارن بين الالوان بيفور والالوان افتر اللي هي الاديشن اوف اني او اتش، وكيف انه
الانديكيتورز المختلفه بيعطونا الوان مختلفه، بيعطوني بي اتش مختلف.